جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن عقيدة الإرجاء مقارنة مع عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة الإرجاء وعقيدة أهل السنة والجماعة معرفتها ما هم هنا، معرفتها في الدروس، دروس العلمية في المعاهد وفي حلق الذكر التي تدرس فيها المتون العلمية وتشرع. لكن لا مانع أن نجيب بإجابة مختصرة، مذهب الإرجاء هم الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فيكون الإنسان مؤمنا إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه، يكون مؤمنا ولو لم يعمل عملا، ولو ترك الصلاة ولو ترك الزكاة ولو ترك الصيام ولو ترك الحج، عندهم يكون مؤمن. وهذا قول باطل باطل باطل، لأنه لا إيمان إلا بالأعمال الصالحة. الذي يترك الفرائض متعمدا هذا ليس بمؤمن، ولو كان مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه، إلا لو كان معذورا معذورا في ترك بعض الواجبات لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا كان معذور. أما إذا كان قادرا وترك الفرائض متعمدا ويقول أنا مؤمن ولو لم أصلي، هذا كذاب وليس بمؤمن، وهذا قول باطل. نعم.